السلام عليكم ورحمة الله. لماذا أمامي خريطة العالم هنا في هذا المخيم في لبنان على الحدود السورية؟ لأنك لو أنت من أي دولة، من السعودية، من مصر، من ليبيا، من العراق، من المغرب، من أي دولة إسلامية، يعني ذلك أنك جزء من الأمة، من هذه الأمة. ونحن منظمتنا وان أمة، الأمة الواحدة، ونحن هنا نوزع أماناتكم، صدقاتكم، دعمكم لنا. ترون هنا مباشر أمامكم إخواننا وأخواتنا اللاجئين السوريين هنا في هذه المخيم يستلمون هذه الأمانات. الحمد لله هذه السلات الغذائية تكفي للأسرة الواحدة يعني شهر كامل، وبتسعين جنيه بريطاني فقط نغطي ثلاثة أسر في شهر واحد، ثلاثة أسر. وهذا الآن يعني إنقاذ حياة هؤلاء الأسر. ترى ما هو في الداخل هذه الصناديق، والأطفال كيف فرحوا الآن بقدوم يعني مساعداتكم. عندنا من الدقيق والرز والزيت والأشياء والعدس، الأشياء اللي فعلا يحتاجونها يكفيهم لمدة شهر كامل بفضل الله عز وجل. كل هذا الصندوق الواحد بثلاثين جنيه، ثلاثة صناديق بتسعين جنيه بريطاني، ثلاثة أسر لمدة شهر كامل. هذه أمانة، أمانة في أعناقنا كجزء من الأمة، لنقدم لإخواننا هذه المساعدات. فساهموا معنا وشاركوا معنا في دعم إخواننا في سوريا، وكذلك في أكثر، ونشتغل في أكثر من 15 دولة يعني حول العالم. بارك الله فيكم.